يشغل ما صرحه الرئيس الصيني زي جي بينغ قبل لقائه مع بوتين في قمة سمرقند السلطات والشارع التايواني بقوله في مواجهة عالم متغير وأزمة متغيرة وتغيرات تاريخية، فإن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لإظهار مسؤوليات القوى الكبرى والقيادة لغرس الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم تسوده الفوضى. هذا ما صرح الرئيس الصيني، ولكن الذي يحدث هنا الخوف، التقيت اليوم محلل عسكري بارز في هذا البلد في تايوان فقال لي لا نخاف أن تقطع إمدادات الغاز عن تايوان، ولكن الخوف أن يقطع الغاز السائل عن هذه الجزيرة أو البواخر التي تنقل هذا الغاز، فهنا لا يوجد أنابيب لنقل الغاز بل تنقل عن طريق بوارج أو بواخر بحرية وتقصف هذه البواخر، ومن ثم لا يستطيع الجيش التايواني القيام بتدريبات. هذا ما يخيف هذا البلد أو على الأقل سلطات هذا البلد. ويعني يأتي الاجتماع بين الزعيمين في الوقت الذي يعقد فيه البلدان مناورات مشتركة بحرية وجوية في شمال غرب المحيط الأطلسي، ويعني القوات الروسية والصينية قامت بتدريبات عسكرية ومناورات عسكرية في سيبيريا في فوستوك في 2022 في بحر اليابان، ورصدت وما زالت ترصد. يعني كثير في نشرات الأخبار العالمية لا نتحدث عن الانتهاكات الصينية في أجواء جزيرة تايوان، ولكن ما زالت ترصد الطائرات بدون طيار الصينية لأول مرة. هذه المرة طائرة من طراز WZ-7 سورينغ درونغ وهي في منطقة ADZI في تايوان، وهذا طبعا يؤثر ويخيف سكان هذا البلد. نحن نعم طبعا في نهاية الأسبوع وعادة يتوجهون إلى المناطق الساحلية، ولكن الخوف من البارجات والتدريبات العسكرية والمناورات العسكرية إذا صح التعبير أفضل التي تقوم بها الصين حول الجزيرة. وهناك يعني خوف آخر من قبل يواجه سكان هذه الجزيرة، وهو أن لا تكون هناك إمدادات إذا قطعت الصين أكثر شوطا في هذا المجال، وأن لا تكون هناك عدا منع الصيادين من صيد أسماكهم وبيعها في الصين.